إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الله إعلامي كلمة وحيكوصة بسانتا هاي الاستقامة على دين الله والمداومة عليها استقامة بمعنى إن لغت صناظة دين الله تبارك وتعالى لدائمنا أرنك أصيغه عوانك كأصيغوي إن دينت الله تبارك وتعالى الغطوص ناضة لدى إيمانه سيان سوكو كوبة هذا الك وعن جعلها دور نقطة إن أنكو سوكوبة نقطة كوبة وعن جعلها استقامة هي توصنانت وحلو قضى اللقير هذا هي استراحة إن أوحير كتابت نقطة اللوات حقيقة الاستقامة أيضا إن أنكه الله نقطة سدهات أما وقفة سدهات استقامة القلوب استقامة للجوارح قلوبته أدي توسطه توحيدك ربك تبارك وتعالى أي كتوسطه وهتوسى يا ابنه انتو ذي كلال لا توسى يا نقطة أفراد الأمر بالمداومة على الاستقامة في المنشط والمكره إلا دائمه توصنانته وفك مركو نشاد لي هيا مركو نلهيم با أمرك الله يسأم رأي كتابك الله تبارك وتعالى كيمد وقفض الشناد وحكاه لدونا بإذن الله عز وجل الاستقامة طريق النجاة في الدنيا والآخرة قضبك قدام بي هي النقطة قدام بي ثمرات الاستقامة وهي أن كجارة إن شاء الله نقاطك وهي أن كجارة كهل دونا بإذن الله عز وجل سيان دمانتين أفهن موضوع استقامة هي توصنانت لقضة وحل قيل هذه اصطلاح أهل علمك لغة ومصدر استقامة على وزن استفعل وهو الاعتدال وتوصنانت الاعتدال توصنانت اللي رهدا استقامة حق اللغة اصطلاح علماء دور تعريفه كتعريفيين مركو حقا سوقاتنا يا دور تعريف وكوكوبا الإمام الجرجاني في التعريفات حكيري كتاب قيس التعريفات هي الوفاء بالعهود كلها وملازمة الطريق المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس وفي كل أمر ديني ودنيوي فذلك هو الصراط المستقيم الإمام الجرجاني وحليه وهل يرى هذا استقامة يتوصنانت وهل يرى هذا وإن لأوفيه عهود يبلما إن لأوفيه وأن أكتهين الله تبارك وتعالى قفل باصر دبرك هو يدي كتشرو دبرك أبيه يسوه كتشرو يبلن لك علي بلن كاسوها ألست بربكم إذن بلن لأوفي كانوا وهر ريوه بلنك الله الله شيء تبارك وتعالى
وهو يري مركا هي الوفاء بالعهود كلها بلمضى او دن اولوفيوي اي الا اللازم وضل طوصا الا اللازم في كل الامور ارمها دن ادي عنتضى نقطه ادي عبيتان كي نقطه ادي لبس كي نقطه وفي كل امر ديني ودنيوي ارمها الدين ارمها الدنيا فذلك هو الصراط المستقيم بير الامام الجرجاني رحمه الله عليه في التعريفات حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وحيره فتح الباري استضاحاتك حلقيه انت بدنا اسك ضافه وحيره الاستقامه كنايه عن التمسك بامر الله تعالى فعلا وتركا استقامه هي توصنانت وهل يرادا وكناية لكن يونا يا التمسك التمسك كتابك على تبارك وتعالى أول قدر كناية لكن يونا يوي إلهي أمر كيس أول قدر وقفك وقدر فعلهان وهي فعل إنو ليما وهي ما أرتاي ترك إهن إنو كتر كاسا سيئة ليرهلاب والحافظ بن حجر رحمة الله عليه فتح الباري الإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين وهي قال العلماء معنى الاستقامة هي لزوم طاعة الله وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور استقامة إيتو سنانتا وهل إيرهدابوري إلهي باعدي سؤل اللازمة تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى طاعدي سأوقفك أول لازمه تاسا استقامة اللي يرهلاب ويلي طيب وهكون موقضى مركة علماء التعريفات كوضى مركة في رسول هكون موقنا يا استقامة اللي يرهلا كتابك الله النفس الدجية تبارك وتعالى الله وتوصنا هذا مروى الب في جميع الحياة نورش أردن كتابك إلا وتوصنا هذا تاسا وحل اللي يرهلا استقامة اللي يرهلا انت هذا تعريفاتك كصوبه وفضل الله بعد حقيقة الاستقامة استقامة حقيقة بيضة استقامة إخواني في الله حقيقة بيضة وحوي توصنانت حقيقة بيضة وحوي وإن قفك مارك تاي حق أصيبه وهو كه الله يؤدن إنو نغضوي وهو الله تبارك وتعالى أكرر لنقناي وهو فلا ينه وهو الله تبارك وتعالى وجعليه مقاصد اي نواياتك اي وها قلبك وكها ينه وينو هذا وهو الله تبارك وتعالى ورالي وكيه اذا قلبك اي مارتا عربك اي حبني انت وضك لدمان واني توصان كنا توصان منهجك ربك سبحانه وتعالى اني كنت توصان وي منهجك قويم كتوصن إلا وطوصة والله وصع ذكاء السيوي هذا هو حقيقة الاستقامة ولذلك الله تبارك وتعالى وحلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى أحكام بضم بصورة ختام كذا يكايها الله أي كم إذا هاد شركة أو كدقي والدين تو حقوق ضوضة وكه الله ينظر بارين وفلا أغومتي زينادي إيا فسقي أردن ولا قدك تون هذا عهودي أولا فلي إيا بلماضي يو الله كه الله تبارك وتعالى مركز وحيري وأن هذا صراطي مستقيما كاس ويمارتا جدك إيقا توصل وأن هذا صراطي كاس جدك إيقا استقيما حالو يهمي توصل فاتبعوه بر الله تبارك وتعالى الراعة جدك توصا راعة ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله هرع راعنا ودوينك إن كل حنايان إن كل حنايا جدك توصا الراعنا ودقوذرك ودوينك ما أرطى إلا الله بك ودقوذرك سكينا لي بر الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا الصبل او ودلا ودوينكا ودغودركا هذا الرعد وحيمانيا اني كاغيان ويكافوغيان وددي توسنيده حقه اهد اني كافوغيان با ايمانيسا
الله يحيي ذلكم وصاكم به كاسو الله يدين دردار ما يتبارك وتعالى سيادو بغلان وضو عبستان وضو قاشامتان والعذاب الله وضو قاشامتان تبارك وتعالى. هذا هو الصراط المستقيم إخواني في الله، وهذا هو الاستقامة توصنا أنت اللي هو الشيء وكتابك الله تبارك وتعالى الله وتوصنا الله والله واحد سميني سؤدن إنه نغلو وحوافق صن كتابك الله تبارك وتعالى. الله حلي تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. الله تبارك وتعالى أصيح اسكم هذه أصيح يا اسكم هذه تبارك وتعالى وهم هذا الله دجيي كتاب كيسا أدون كيسا دشي سكود دجيي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام الله حلي كتاب كيسا وحكت المامي إن وحق الله عنا كتشرين ولم يجعل له عوجا قال الله إلهي مونك يلين كتاب وكتاب طوصا أحكام توحن برسية هي معاني توحن برسية قصص كبسات تبينا أوامرتي سيئة نواهيدي سيئة وحي الرئيبة يا أردن ومد حقه وانا مد توصا كتاب كاس على الرأخواني إن أن راعنه أن كدقنه كاس على مارك تاي استقامه تاسا اللي يرهدا وكو الله لها تبارك وتعالى نبي سؤولها فتوكل على الله إنك على الحق المبين حق لليه هاي حق عدبات كدل سوانتاي نبي محمد لليه عليه الصلاة والسلام وكتابك قرآنك أصوى الله وطوصنا ذوي استقامة لنا صوى أمار طايل لقاضه لدقن قليه قفك مارك تاي وكر شيء هذا هو الاستقامة. الله وحليه فتوكل على الله الله تلصار كريجيس الله كريجيس دشيس تلصار عسك إنك على الحق المبين حق عد باتكدر سوانت عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقرآنك في صحيح مسلم وحكي يمد من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سفيان يريه نبي عليه الصلاة والسلام بوهم كيري قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قل لي في الإسلام نبي الله سلام كدهدي سو حديث هذا كلمة إذا أذيك أهين أنا ويدينين قف كادم بي أنا ويدينين كلمة لا إيده نبي عليه الصلاة والسلام وحيري قل آمنت بالله ثم استقم توصناو وهات لا آمنت بالله إلهي بين رومييده وإيمان ضبه الله ياهله اعتقاد ضبه وجازمه وقلبي إمارك تايك الصوق قعيه الله ياهله آمنت بالله ثم استقم هذا نات كتوصناو وضضع يده وضضع يده كتوصناو وهالله ياهله استقام الله يده. حافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم حديث يا مركو فصير آية وشرح آية يظهر الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وهذا الكحافظ ابن الرجب رحمة الله عليه وأنا هذا لا ذو قيمة بضن وعيري استقامة بمعنى حقيقة استقامة حقيقة الوحوي ووقر أسأل قاذوي سلوك الصراط المستقيم جدك توصا مستقيم كه جدك أول قاذوي مارك تاي استقامة هذا ربط حقيقة هذا تاعي ذوي وأنا الدين تمارك تاي وهو الدين القويم بوري ودين تتوصل إذا يجد كأصيل الوشيغة من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى أذي وبذح يمدك من نقول لي حنين وإن جد كأقاده نورش هذا أردن جد كأمارك تاي آل هيسا هذا هو الاستقامة. وحيروه كل سنة يبور أرن كأصيل طاعات كأردن أولا فلا تيضا ظاهر كأه إيا تيضا باطن كأه
wixii qalbiga ka dhaca baahaadka iyo wixii maartay daahirka guud ka dhaca dhammaan maaragtay in la falo iyo watarka almanhiyaati buu yidhi iyo wixii laga reebo oo dhan oo laga tagaa taasay kulansanaysaa buu yidhi wuxuu yidhi fasaarat hadihi alwasiyatu jaamicatan likhisaali diini kullihaa wasiyadan iyo dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ninkaa u dardaarmay waxay noqotay buu yidhi mid kulansanaysa diinta oo dhan mid kulansanaysa diinta oo dhan mid kulansanaysa qul aamantu billaah thumma istaqim aamantu billaahi wa towxiidki thumma istaqimna ma aragtaay waa daacadii oo waa inaad ku toosnaato waddada ayada saasay wasiyada iyo dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u noqota mid diinta oo dhan kulansanaysa marka ikhwaani waxaa nalaga rabaa inaan dadaalno oo maaragtay aan ku toosnaanno diinta ilaahay uu noo soo dejiyey ee qiimaha badan inaan mar walba aan ku toosnaano ayaa la doonayaa qodobka saddexaad haddaan usoo gudbo istiqaamatu lquluubi istiqaamatu liljawaarix ikhwaani waxaad ogaataan qalbiga hadduu hagaaga xibnaha way hagaagayaan qalbiga waa xibinka hoggaamiya xibnaha oo dhan qalbiga hadduu ka buuxsamo caqiida hadduu ka buuxsamo towxiid hadduu ka buuxsamo iimaan hadduu ka buuxsamo qalbiga hadduu taqwa alle ka buuxsamo xibnaha inta kale way hagaagayaan laakiin inta qalbiga uu qubaar iyo boor uu saaran yahay xibnaha inta kale ma aragta ay toosi mahayaan way fasahaadayaan saa darteed abuubakar sidiiq radia allahu canh yaa waxaa la weydiiyey istiqaamada waxaa la yidhi abuubakarow noo sheeg istiqaamada abuubakar waa waayeelkii saxaabada waa nebiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibkii weyey binasil aaya waa nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaan weligii ka harin weyn salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh uu laazimi jiray waa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday ninkii hoggaanka muslimiinta qabtay waxaa lagu yidhi istiqaamada noo sheeg abuubakar sidiiq wuxuu raxma radia allahu canh wuxuu yidhi allaa tushrika billaahi shay-a toosnaan ma doonaysaa maa hiya alistiqaama la yidhi abuubakar wuxuu yidhi allaa tushrik billaahi shay-a waa inaad ilaahay u shariik yeelin buu yidhi tabaaraka wa tacaala u fiirso abuubakar sidiiq meeshuu ka duulaay wuxuu ka duulayaa qalbiga hadduu hagaago iimaan iyo towxiid uu ka buuxsama xibnaha inta kale way hagaagayaan laakiin inta qalbiga uu wasakhaysan yahay qalbiga intuu wasakhaysan yahay waxba tari mahay xibnaha kale ma aragtaay taasuu marka abuubakar sidiiq radia allahu canh yuu caddaynaya istiqaama iyo toosnaan baa la weydiiyey wuxuu yidhi allaa tushrik billaahi shay-a waa inaada ilaahay subxaana wa tacaala shayne aadan la wadaajinin marna aada u shariig yeelin cumar ibnu alkhataab radia allahu canhu baa isagana la weydiiyey waxaa lagu yidhi cumarow noo sheeg istiqaamada maxay tahay istiqaama iyo toosnaanta maxay tahay wuxuu yidhi cumar an tastaqiima calaa an tastaqiima cala alamri waalnahyi walaa taruuqa rawqaana athacaaliib wuxuu yidhi waa inaad ku toosnaata allah tabaaraka wa tacaala amarkiisa awaamirta alle tabaaraka wa tacaala waa inaad ku toosnaata bimacnaa wixii uu ku amray waa inaad la imaato wixii uu kaa reebayna waa inaad ka harto walaa taruuqa rawqaana athacaaliib buu yidhi sida dawacooyinka ay maaragtay ay u gaardaymoodaan dawacooyinka siday u gaardaymoodaan waa inaa u gaardaymoonin buu yidhi bimacnaa dawacada haddii ay ordays way gaardaymootaa hadday aayar socotana way gaardaymootaa ayadoo toos u socota la arki mahay idan jidkan toosan inaad dhinac ooga baxdaa la diidan yahay jidkan toosan mar walba hay laakiin inaad maaragtaa kol xaggu baxdo kol xaggu baxdo kol xagga u baxdo sida dawacooyinka oo kale arrinka asaga mayuu yidhi cumar ibnu alkhataab radia allahu canh haddaba cumar radia allahu canhu hadalkiisa wuxuu yidhi an tastaqiima cala alamri waalnahyi amar la is-amro maxaa ugu weynin badan
أمر ليس أمر وحأوين بدن توحيدك إلهي سبحانه وتعالى توحيدك إيمانك كاسا أووين بدن أمر ليس أمره كاسا أووين بدن صادرت الله حليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عبادة وتوحيدك الله تبارك وتعالى إلهي الله برحتر عبادة إذا قفك مركة تاسا لدوني عثمان بن عفان بل ويدي رضي الله عنه استقامه عثمان بن عفان وويل كسدهاد عمر بن الخطاب مركو جاري وليقبته وقانك مسلمين وثالث الخلفاء الراشدين يوي ولا ويدوها للاستقامة أو عثمان بن عفان ومحيطها وهي أخلصوا العمل لله إلهي عملك وبرح ترويله إلهي سبحانه وتعالى عملك وبرح ترى هذا هو الاستقامة الدوني سئنا الأولى استقامة وكأس غير إخلاص وعملك الله وبرح ترى وأنتهين إخلاص كان وحكدع قلبك بل علماء إليهم رحمهم الله أعماش قلبك كدع ذا كم مهم سن أعماش ابنها كدع ذا أعماش قلبها بإلهي ودشيني لواجبك ضمانت وهو مهم لكن عندنا مركز الاسبربر ديغا اعماش قلبك كدعه يا كم مهم سنه اعماش مرتاح ابنها كدعه وحليه مركز عثمان بن عفان اخلصوا العمل لله هذا التوحيد كن نغله الهي وبرحتر تبارك وتعالى هذا عمل كن نغله الهي وبرحتر تبارك وتعالى كذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يا سينا لويديي قل لي استقامة محيتها علي وحي رضي الله عنه أدوا الفرائض فرائش قتا إلهي سبحانه وتعالى واجباتك ودشي نية لي قتا لإمامة وهذا الكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجباتك إلهي سبحانه وتعالى دشي نغو يالين وهؤوين بلن وتوحيدك وهؤوين بلن وتوحيدك توحيدك هدو كبت باذة رجال لقاقبه رجال يا قبا جنينا قشنة ادبلو رجينا يا لكن توحيد كالا هدو خطر قلا مارتا خطر باتكو سوغانتا هاي خطر باتكو سوغانتا رقاس صحابة ايه صحابة وييلاش رقي وييلنا هاي ايه مارتا خلفاء الاربع هاي لما انتو وحي اسكو وافقين لما انتو وحي اسكو وافقين استقامة ايه توصنانتا اني تهي إلهي سبحانه وتعالى عبادة الله برحتره كتاب كيسا أماركتاي لقاته أصيده أماركتاي الله غدقما تاسي ماركتاي دماته دا إسكوا وافقين وحين عديين قفك ماركتاي هدو قلبي كيسا أهجاج قفك قلبي كيسا هدو هجاج حبناها انتو ذاك لماركتاي إني هجاجيس آثارتا عن إذينسو النقليي الرقى صحابة عنكسو النقليي كد وحسون نقلي الإمام البغوي رحمة الله عليه في تفسيره مركو شرح يا آيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آيات مركو شرح آية يوم أرتاك أنا إمام كعسق آيات وإي إمام دونتا دبانو ديغانا نبي عليه الصلاة والسلام وحيره إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم الله تبارك وتعالى جركين فيرين مهي جسد كين إيه جركين إيه قرحذين إله ما فيرين يا تبارك وتعالى وهو فيرين يا الله تبارك وتعالى وهو وقلبين وحك جروه ولكن ينظر إلى قلوبكم قلبين وفيرين يا الله تبارك وتعالى إيه وها أطفال إيسان إذن إخواني في الله قلبي قاس وهل دون يا إلا سافي قرية يا لدونيا وآد ما ركتايا اللون نظيف يا لدونيا إيه الإمام ابن علان الأشعري صاحب الدليل الفالحين حديث كامركو شرحايا حديث صحيح مسلم بكيب إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم مركو شرح يهر وفي الحديث الاعتناء بحال القلب وتصحيح مقاصده وتطهيره عن كل وصف مذموم
لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية. هذا كان اختصاري هذا القيمة بلن بحديث كفو شرحي وحيري إن لا دري يا الله قلبك حديث كفو توصى يا بويري إن قلبك لا دري يا له حديث كفو توصى يا حديث كفو توصى يا قلبك إن لا دري يا له آد مارت عناية قوني إن قلبك ما ركتاي لا دري يا له مقاصدي إيه ما ركتاي قفك قلبي جيسة إن ما ركتاي لا صحة وتصحيح المقاصد مقاصدي قفك مقاصدي سيوها وقصد يا أردن إنو صحة إنو صحة إنو ما ركتاي النظيفية وتطهيره قلبك إنو النظيفية وكن نظيفية شيء كستاء ما ركتاي مذموم أوهن إنو كن نظيفي ما هي إلوي لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية قلبك أعماشيس يوي ماركتاي مدة صحيحين إيسا أعماش شرعية بمعنى عملك الشرعية وهو صحيح كن نقضى إنو قلبك في يويهي قلبك إنو وناكسيهي لكن صلاة دي هدي أدو استاتوت تكنيس قلبك آذنا ماركتاي أكبوح وحنان الله رالك أهين أكبوح كفريات شركيات ما هو الرياء يستصص عملك أصيب والوسوه القادية وإيه والوسوه القادية ننكا إمامك ابن علان الأشعري وهو مارك تاي عدينا يا قلبك أهمية أوليه يو عدينا يا مارك يا إخواني قفلوا كد لا قلبك هذا إنا النظيفصة وكن نظيفصة الشرك إيا الكفر إيا النفاق إيا حسد نماء ودنات كن نظيفصة أت كد قضوه توحيد برح له إلهي وبرح ترت تبارك وتعالى أذكر رغضه تامر تاي قفر وكدذان في الصحيح وحكي يميد نبي عليه الصلاة والسلام وحير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نبي حليه عليه الصلاة والسلام ورهوي وهذا واتان ورهوي وهذا واتان جرك وحكجر عدير إن في الجسد مضغة عدي يربى كجرا أتكى هدو وناكسان هذا جركا أوتن با وناكسانان يا ضمان جركا أوتن با وناكسانان يا أتكى ير هدو فسهدان جركا أوتن با فسهدان يا بوري نبي عليه الصلاة والسلام ولا ويدي نبي وحيري عليه الصلاة والسلام وعدي وحيري نبي ألا وهي القلب عدك ير مضغلا أن إذين شيئا وقلبك يري نبي عليه الصلاة والسلام قلبك هدو وناكسنا به حبناها انت كلوي وناكسنا يعني أعماش هذه كلين يكون بالبادال لغي عبا لكن قلبك مالين توفس هذا قلبك مالين توفس هذا خطر باتك السوق انتها خطر باتك السوق انتها مركا إخواني آد إي آد مارك تاي الله يسكو إلالي قفرون قلبك هذا كددان وهذا هو الاستقامة تايذوي قلبك مالين تكون أكسنا ذن حبناك لو يكون أكسنا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم حديثك عن صومرنا شرح قيمة بلن بكليه حديثك عنها قل آمنت بالله ثم استقيم أهيري هذا لا يدو قيمة بلن بكليه هذا الكون صور نقلين يا وهري فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر وغيره قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده وهذا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وهير استقامة هي توصنانت أصل كذا وهير استقامة القلب على التوحيد وفرص هذا الإمامك استقامة القلب على التوحيد قلبك إنو توصه كن توص التوحيد كعلى تبارك وتعالى إلهي أمارت العبادة صلى الله عليه وسلم إنو قلبك أكو توصه
كما فسر أبو بكر وغيره بيقول سيدا أبو بكر إيه غيرك وقف صري بيقول والرجع عن الدين سهر مريي إيه غيرك وعبد الله بن عباس وكم يدي آية مرتين الذين قالوا ربنا الله وإيه مركو توصى فمتى استقام القلب قلبي مركو كتوصى إلهي سبحانه وتعالى قرى شديسة إلهي عرسيديسة الله تبارك وتعالى وينيديسة محبة الله تبارك وتعالى بريضة الله إلهي سبحانه وتعالى وطلع صارت مركو قلبي وكتوصى كانت جلسة وحي الله كصهر تبارك وتعالى استقامت الجوارح كلها على طاعته وهذا الكحافي ابن رجب جوارح ذي حبنها أطنب توسايا كن توسايا الله تبارك وتعالى طاع حديثة مركزه يري فإن القلب محايلو يري فإن القلب ملك العضاء قلبك حبنها أطنبه جاميا حبنها نه وعيدا وقلبك يمارك تايا عيدا ويهين هديم مدح وينه او ناكسن هذا عيدا كيسنا وناكسنا يا بول جرك مرك مدح وينه سو حوي يري مارك وقلبك قلبك هدو وناكسن هذا حبنها انتو ذكر وناكسن انا يا ساسولي الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه مرك اخواني في الله وعلى دونيا الا وتوصنا هذا وقفك وكتوصنا هذا استقام مرول بين وقفك اللازمة لدونية وحن وقاتا قلبي قاضة هدوها قاقة التوحيد كبه حسما إيمان كبه حسما وكبه حسما الله عبسديس التوارك وتعالى وكبه حسما حبناها انت كلوكوها قاقة لكن مال انت قلبي قاضة وبر وفولة قلبي قاضة مال انت وبر فولة حسد نماء فوشة شركية كفر وفولة نفاق وفولة مالين تاسال لغو بقى مالين تايده يا لغو بقى مركي اخواني في الله الا دلاله يا لدونه يا وقفل وما ركت اي دلال سيدي ربك سبحانه وتعالى او توصنا لهد حقي سي كتابك سنك دلال قوم كافري هدان اسو قدبه اني وسو ككوباي الامر بمداومتي الامر بالمداومه على الاستقامه في المنشط والمكره الله تبارك وتعالى نبي سوه امري انو توسنا الله او كتوسنا الله كتاب كاس دشي سلو سو دجيي الله تبارك وتعالى اويري وتوكل على الله انك على الحق المبين كتاب كاسيه انو كتوسنا الله يو الله تبارك وتعالى نبي سامري أنا ينا أمري أنا ينا أنا أمري الله حليه تبارك وتعالى نبي يسوع حكير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آيات يا أذو فيريا آيات يا أذو فيريا الله تبارك وتعالى نبي قيسى وحليه فاستقم كما أمرت سيد الله أمري كتو صناو سيد الله أمري كتو صناو عدة كرميسي مع هذا إهنا كرميسينا أيضا هتو صناو سيد الله أمري ومن تاب معك ولا تبغوا هل إيمانين اللي يرحد قدب هل إيمانين أتكحد قذبتان الله تبارك وتعالى حقي سأتكحد قذبتان أتكحد قذبتان أدومها حقه ذي أتكحد قذبتان ولا تضغوا قوق إيه كبر إيه حد قذب هل إيمان بلي رسكي إلالي ولا تضغوا حد قذبنا ما هذا دوادك إنه بما تعملون بصير وقود قودوي الله تبارك وتعالى وأجوذا وها أطفال إسان وأركا يا الله تبارك وتعالى ونجي خير هدوية الله وإنك أبا المرينة يا تبارك وتعالى ونجي خير هدوية مل بكوت الله ولقاء أبا المرين وحال كل ميسا جنة ما ركتها يتكوه ليسا هدي وما ركتها خير يا ونجيهين وكفر يا قالما يا شرك ويا هي يا حد قذب يا قوق ما ركتها أيضا وقرنتها
هذا لك توبة كينين وأوح مارك تاكويل لغالان مارتا حسابايا ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير ولما وحيت الماميسا مروا البئنا لازمنا استقامتي يتوصنانتي مروا البئنا لازمنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا قوخ إيا مارك تاكويل كبر هل إيمانين بليري هل إيمانين هل إيمانين ولا تضغوا حد قلوب هل إيمانين بمعنى مرنها بحينوي مرنا ودلا توصن اي حق اي استقامه اي مارك تاي مستقيم كي توصن مرنها كبحينوي هادات كبه هذا صوبة وإن أدمارت إلي إيماتي حد قلوب إن الله إيماتي وي محالة دوادي الله حيري ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هؤلاء حنينا كل ما رتاي ظلمي أحد نوكسنتهين ظلمي وهو ينبغى بدن شرك إن الشرك لظلم عظيم كل قالوا بي ظالمين ته كفار ته نفتول ظلمي إلهي سبحانه وتعالى ظلمي أدومي ظلمي حق الله هؤلاء حنينا لير هؤلاء لنين كوبا عيقا او هدادو ايلتان محادا عيا هدادو ايلتان وهداد كبه ده خط كي توصنا خط كي توصنا هداد كالي حدوي محادا عيا مركا فتمسكم النار نار اي انتالة مركا نار اي انت وما لكم من دون الله من اولياء الهي سكدي سنة احد قال هلي ميسان اي احد اذين قرقارة وعناب الله انك يقرقارة هلي ميسان ساسو لي الله تبارك وتعالى مركا وحي توسيسا المداومة على الاستقامة في المنشط والمكره مركز طول اسوجره ايه مركز طول فضيد اوجره ايه مركز طول حالات كستوت كسو انتاي ان اللازمته ما ركتاي استقامة ايه توصنانتي ان اللازمته تاسي توصي صح عبد الله بن عباس يا وحيري آيات صوى فصيرا يا وحيري ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة أيدها سوف صير يوهير إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس دحديس مونا كسو الدجنين آيات أو قدر النبي عليه الصلاة والسلام آيات آيات أو قدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام مونا كسود الجنين بوله حالي وحالي عليه الصلاة والسلام سيد الله أمري أتوصناه كوا كرميين سيد الله أمري أتوصناه وأرن آدي آد أعلص بدريميسا بمعنى وحوي آيات مروا البلازمة مروا البلازمة استقامة هي توصنانتا مروا البلازم وي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحجر كما في الشمائل للإمام الترمذي رحمة الله عليه ون تحسيني على الإمام الألباني رحمة الله عليه نوحر شيبتني هود وأخواتها إن روح يقسم بحييب إن روح يقسم بحيي سورة هود إيا ولا لهب يقسم بحيي بوله شيبتني هود وأخواتها سورة هود إيا ولا لهب علم الله إليه وصورة لها لمعنها إي قيامها كشيكي كشيكي إسل حساب تنك كشيكي إن ليس صبحنا إن ليس دلو يستاقي دونا كشيكينا يعني سورة لها وي أي كمتاي سورة الشورى أي كمتاي إذا النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني يهود وأخواتها سورة هود إيا ولا لهد باعن روان يسوب بحيي بوري نبي عليه الصلاة والسلام وحد ريميسا عرسك يا دريميسا مركي إخواني في الله وحل الدون يا مروضة إنا لازمنه توصنانت إنا لازمنه توصنانت إنا لازمنا يا لدون يا قفك مسلم كي وحل لك الدونية إنو مروا البطوصنا رأي لك الدونية هدي نفتالي ديبو الدراسي هدي آتاها قف توصن
او كتوصن الله تبارك وتعالى كتاب كيسو كتوصن إلهي كحمد سبحانه وتعالى إلهي كحمد نعم إلهي وحمد سبحانه وتعالى وحنا حقيقة هديه إلهي وحمد تبارك وتعالى إلهي إنو ماركتاي كل زي زيادين هاي لين شركتم لين شرك لين شكرتم لأزيدنكم لين شكرتم لأزيدنكم والذين سي زيادين إذن إخواني وإن قفكم ماركتاي ودي بسكو دراسي هدي أنا المستقيم هين سوماه انت غرغور تهدب الله ربي يا التوبت كين تبارك وتعالى إلهي التوبت كين سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى وهو كصور رمي أنبياء ضره أولي العزم من الرسل بكصور رمي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كدب مارك تاي آيات كدب يو الله وحير فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فادعوا توحيد كأنبياء كهرية أي أمد أغيرين أريد أغير بلير نبي عليه الصلاة والسلام أنبياء كهرية أولو العزم أي كمديهين توحيد كأي الدعوة أي أمد أغيرين أريد أغير فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت لير نبي عليه الصلاة والسلام توصناو أو سيد الله أمره توصناو سيد الله أمره توصناو ولا تتبع أهواءهم هالراعين قالوا لما ركتاي هوذوذ وحي جعليهن هالراعين مروا البوحة الرعلة حقا توصن إلا وجهي ودلا توصن إلا وجهي الرعب للي نبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أنا يلتاصن على أمري ودلا توصن إن أنقلنا على أمري وهذا هو الاستقامة استقامة هذا دوريسة إن الولاتنا وهو دلا نروجهي أولا قادوي أمر والبعاد قادة أيضا دين على مارك تاي أوى ليه حنيوي ولذلك الله لي تبارك وتعالى ولا تتبع أهواءهم هالراعين هو ذو نفترض واحد عش الراعين هو ذا ذا هالراعين أديك هو ذا ذا هالراعين وهكذا مرك يا إخواني في الله وحل دون يا مر والبا مر والبا وحل دون يا وضلا توصن إن قالنا لدون يا أعظم الكرامة في الدنيا ولزوم الاستقامة هذا ربط الله تبارك وتعالى إنك كرامة يا الدنيا إن أنت جوكت هذا دون يسا الله إنك كرامة الدنيا أنت جوكت وحل لازم تا استقامة توصنات لازم ومن أراد الكرامة عند الله في الآخرة فليلزم الاستقامة آخر قفك الدونة يا إلا كرامينا استقامة ما ركتاي الله يهر هل لازم وضلع هذا ملك القجارة كرائن الله كرامي ملك القجارة سمجرته وإن وضلع توصن إن أبقى دوي ولذلك الله لي تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله عليها قفك آخر دونه قفك موسك صحنا يا مي وسعى لها سعيها وهو مؤمن أنا أرضه أعمل فلا ودرى عيالي ما ركتال أعمل فلولي الله تبارك وتعالى ولزوم الاستقامة وسعى لها سعيها وهو مؤمن واستقامة ولا لازموي ودلا إلى المرول بأن لازمته أوضو أوردو أوضو كتو سناتوي وأنا إن أصل كلا لهايا وقفكم مارتاي مؤمنين وهذاوي الله حرف أولئك كان سعيهم مشكورا كبا أيها عمل كولا ومدل أقبلي بوري الله تبارك وتعالى ومدل يما هذا نقي والله كما هذا نقي الله أقبلي تبارك وتعالى إذن إخواني نفتيدي نفتينا وحنقدر دار مايا قفكي جابيي او توصنانتا عليك جابيي او استقامتك جابيي اولا لازم قفك عاسية هل لازمو استغفار هل لازمو توبت كين هل لازمو ربك سبحانه وتعالى هو صنغرو انت غرغور تحي
صادرت الله تبارك وتعالى اسكحري وهو اسكحري استقامتي هي استغفارتي بو الله اسكحر تبارك وتعالى إلا الضوء ماذا هرتوى حلواتان عدا أوبطو صنام بلن ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إيا أنبياء ذوي إيا أنبياء ذوي أما الضوملس كلاء المؤمنين ته إيا إله الرمية تبارك وتعالى شكك مجر إلى إمارة تاية تقصير إيا قبوط فل إنا إلا إمارة ينشكك مجر مرها دي نوعة تهي الله حنوشي دي استقامنا وكهري استغفار إن لازم نطوبة كين الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ولذلك الله ليه تبارك وتعالى نبي يسوع كلية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الله يحيي تبارك وتعالى نبي محمد ومدى واحد كتر الله أنا وحنا هاي بشر بني آدم إني وكله هو يي أبعي بلين أتجرى إنسان يانا هاي دينا ما ركتاي إذن كان إن لم يدهاي دينا عكلا والإي وحيوذي إلهي بإي وحيوذي تبارك وتعالى محلق بلاوي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وتوحيدك وتوحيدك وحلو وسوع العلينا يا آيات كتوحيدك استقامه وحلو اسكو وحرايا قلبي قال انتو مارك تاية توحيد كبوها رجوين بلان بالله رجوين بلان يا الله عند الله تبارك وتعالى لكن قلبي قال ما لنتو وحك رجل ومارك تاية توحيدك او بر ودش كفولة او سخوبة خطر بات كسو انت ما لنتو قلبي قال وسخوبة خطر بات كسو انت هاي الله إنما إلهكم أنما إلهكم معبود كحق عبود إنسان إله واحد وهل مد أكريه هل مد أكريه فاستقيموا إليه ودركوا تصنال وودري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ودرع يدوي إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ودرع يدوي الله عليه فاستقيموا إليه ورأيه وكتو صناد واستغفروه إلهي ندن بداف ويدست سبحانه وتعالى إلهي ندن بداف ويدست فاستقيموا إليه واستغفروه ضربك علمه إليهم ضربك سينك حرف السين والتاء وحيفا إذا ينب إليهم علمه رحمهم الله ضربوه وحيفا إلينا يعني استمرار مروا البواحة لغيره ومارك إنا توسناته استغفار مارك يا لازمت إلا وصورت قال إلا تجبي دعوة وإنا مارك مروا البواحة استغفار لازمت محالة دواني وعيد ختام كذا في رهادة قفك ساوبح ودالي كالليحظة ساوالليحظة عيد ختام كذا في ره الله وحير وويل للمشركين هوقي عذاب حقوق هذا قال الله قال الله أي هوج يا عذابه هذا دتك كله ري ودلا توصن حقه إمارك تاية توصن ودلا عد كله حتى عد صو هذا يبر الله تبارك وتعالى هوج يا عذاب عد صو هذا يبر وويل للمشركين لفظي على المشركين هذا القرآن كجريز وكل ما رسول صلى الله إطلاقي وهذا وتجعله ربنا بلوق زدايا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس المشركون نجس قالوا أودن بلوقز دايا يهود إيا كريستانك نصارى بوذيينتي كل مجوس آية دبك عاود يجري نمان قالوا أودن بللي إنما المشركون نجس مركا لفظي قال هذا القرآن كسيدة هو إطلاقة قالوا أودن بلوقز دايا حدين لكن أهل الكتاب كلا الراعي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين توجيه كانوا ليه ومشركين تعربات باله وضع آيات الله حكو ختمي وويل للمشركين وقود
عد كله حتى ودلا توصل صلا هوجي على بوا هذي وقال قالنا هوجي على بوا هذي مرك إخواني في الله نفتي ذي نفتينا وحنضر دار مايا ودلا توصل إنا لازم له وكتابك الله تبارك وتعالى وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام وودد السلف كأيقالين رضوان الله عليهم في صحيح البخاري وحكي من حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام وحيره إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي هريرة عليه الصلاة والسلام دين توافض الضحي إن الدين يسر دين توافض الضحي دين توافض الضحي الله تبارك وتعالى كلجي إن العابد والشيء فضض لكن مركز مارتا انت سو الشيء العابد مركز أيرة محوها أما مركز أيرة أو في قبرالة أيرة أو أيرة محوها أباي أيرة أو أيرة محوها ويس أيرة أو انت سو مارتا عدوك للدوان العابد أديك كل عضي وضع أتكوها لك سميسة وأيضا أطلن معركتها رجادة أديك كل عضي أديك معركتها وضعها دورتي الله مارك النبي عليه الصلاة والسلام وحليه والدين توافض الضحى إن الدين يسر وضعها توصوي الله كريقي إلا عابدوي تبارك وتعالى كريقي حق الله برحتره كريقي لغوحرنا تبارك وتعالى وشيء يدفض إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه قفنا اسكو ما أتكيه إلا وكقال ابن غضب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نيوحري توصن هذا وحقك توصن هذا لدى حيستا واسكو الدية مارك تاي إناد لدى حيستان بشارستو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبشروا كالمسلا وحد كالمستان كالهتان إناد كاللهضان واختهرين صوت توصن أتكوك الله هذا كتابك الله تبارك وتعالى باع على ربك تبارك وتعالى أتكوك الله هذا إن هذا الروضة أتكو الروضة كتابك الله تبارك وتعالى عملك هذه الدنيا مركز سوق ذاته عملك هذه الدنيا ما لنت أن أتكشق أي سنيس مركز سوق ذاته إن هذا فاروق كتابك الله تبارك وتعالى القصد القصد تبلغه بير النبي عليه الصلاة والسلام ورد دهيستا ورد دهيستا واتقاريسان حقا جاريسان وضل صحرا موافقيسان الله تبارك وتعالى صور رالينك يا الله كل ميسان لكن مركي تأيذ إلا قوي مركي وي مركي خسارة أتكسوك أنت هايوي مركي نفتي ذي نفتينا وحنيذين تردار مايا إخواني في الله إنا توصنانا كنا توصنانا وضل توصن إي حقه وضل إنا كنا توصنانا يا نفتي ذي نفتينا نودردار مايا إخواني في الله وقفضا الشناد هذا نسو قدبه الاستقامة طريق النجاة في الدنيا والآخرة توصنا الله توصنا الله لو توصنا الله كتابك الله تبارك وتعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لو توصنا الله وطريق القبت بادوي طريق القبت بادوي طريق سيئة هدار قد أدونك بالباليسة آخرنا ودبت باليسة قفك مستقيم كه وقفك كتوصا ودلا عيالا قاضيوي هو المتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم قفك نوعا اي ودلا قاضي قفك عصي الله تبارك وتعالى وحب الله قاضي الدونك انتو جوغا انو حفظين عيا انو الالين عيا إنو بابيينين تاسو الله بلان قال تبارك وتعالى آخرنا ونهو جنين وقفك مارك تاي تبتا إيا ودلا صحبة قاليوي الله تبارك وتعالى وحلي فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الله حليه هدو حقيقة إن كجئي مع ذهنون
هانون هدو حقيقة إن كجا إمام كتاب هدو حقيقة إن كجا إمام فمن اتبع هدايا قف كما ارتا الراعة هانونكا إيا حقا إيا وضلا إيا كتابكا قف كي الراعة فلا يضل رمي ما هيري الله تبارك وتعالى قف كا رمي ما هي الدنيا لانتو جو رمي ما هي الله تبارك وتعالى با حفظنا يا قف كا وحي حفظنا يا الله تبارك وتعالى با حفظنا يا أدونك أنتو جو وقفك أدومي مهي الله ما حفظنا يا تبارك وتعالى ولا يشقى خساري مهي قل در ريسان مهي آخر قفك قل در ريسان مهي وقف كت وقفك كت وصنع ودواس حق إلهي سبحانه وتعالى ونوجي حي قفك كت وصنع قفك إلهي وحفظنا يا الدنيا آخران إلهي سبحانه وتعالى وبد بادين إياه وبلن إلهي وبلن قاضي تبارك وتعالى وبلن قاضي دتك الله يهل الاستقامة توصنان تدتك الله يهل يو الله تبارك وتعالى وبلن قاضي مرك نفتي ذي نفتينا وهم الدردار مايا إلا توصنان كتابك الله لغو توصنان تبارك وتعالى الله حلي وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله حلي تبارك وتعالى وكيف تكفرون وروايابه وايابه سيد قالوا بيسان سيد قالوا بيسان أيضا دشينا وأخرنا أيه كتابك الله تبارك وتعالى وأنتم تطلع عليكم آيات الله إني وآخرين إيسان ودشي إنكو آخرين إيسان إلهي آيات كيس تبارك وتعالى إلهي آيات كيس إني والله إن كنتم آخرين سيدو قالوا إيسان رسول كنا وإن دحجو سنة دي سيبانا دحت الله سنة دي رسولك عليه الصلاة والسلام بانا دحت الله الله حلي ومن يعتصم بالله قفك إلهي كدية كتاب كيس كدية منهج كان صحيح يا كدغا قف كاسه فقد هدي والله الروح الونيه كاسه وبلنقاد الهي وبلنقاد تبارك وتعالى والله هنونيه كاسه فقد هدي الى صراط مستقيم جدك توصناب الوهنونيه ساسولي الله تبارك وتعالى كاخواني في الله مروا البوحان دردار مينا ونفتي دي نفتينا مو دردار مايا ان لا توصنا الله إن لا توصنا هذا وحق الله قتوصنا هذا الله إسكير أيه محوها لإسكير أيه الدنيا لإسكير أيه قفك وحي تلا آخر ذي سمارك تاي والديار والنقضة يا مر والبمارك تاي دردار ميرا تاسانا قفك مارك تاي الليبان مدى الدنيا إيا مدى آخر مارك تاي وكوكار أيه الله تبارك وتعالى وحونا قطل بايا إن أن توصنانا أو أوامرتيسا أنكو توصنانا أوامرتيسا أنكو توصنانا وحي قولنا أمري إن أنكو توصنانا أنا كفوغا أن وحو البوءنا قريبا تبارك وتعالى وحو البوءنا قريبا أن كفوغا أن أنا ماركتاي دين عيينين سيدا ماركتاي دواء علي أقار ديموتا مركي سعوتا أما مركي أرديسا إن أنا أقار ديمونين الله حلي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وردتك حق الرميان إلهي كبق تبارك وتعالى اتقوا الله الله كبق تبارك وتعالى حق تقاته عبسيدي صدبت كبق عبسيدي صدبت كبق عبسيدي صدبت كبق محاوي معنى هذا وهو مروا البهلين كهلا استقامة إيه اللازمتان اللازمة إسان حقه مروا البهلين كهلا حق تقاته آيات ختام كهذا في رهد الله هو ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون هدي مانينا إلا إنيغو هجانسن ما أهانا هجيريونينا إلا إنيغو توصن أو هنونسن وما ركتاي مسلمين أو توصن ما أهانا هذا الجيري ما نرى قعانتكو هينا ماي جيري قعانو قمتشفت إذن آيات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معنى هذا وحوي إليهن علماء مروا البمارك تاي اللازمة حقه حق مروا البلازمة هديهن وحوى بمارك تاي يربح يا وحوى بنصاو يربح كدي من مارك تاي وانصون نقونا يا أرنكا هديهن أرنكا اسكير علي قالوا أعداء الإسلام ذاتك مسلمين تاي صومالي ذا مركي مارك تاي يدوفين ايين ايما ركتاي اللي امتحانا وحيالا اللي قو امتحانا يا قاركوض وحاكمي لها وانكو دولفين اينا يوروب تانكو قين اينا كتاب قرآن كنتي لوجي حاو حلالي مارتاكو مصغل قل اينا ترى ابا مركا بدل كما ركتاي دولفتان كي اتكهاري لها ايا بل ما انتي كير قذب هدو مارتا اسلام قد قصو نقونه وارين خطر تيدله مددا عصا اوبح ضي ee wadadii toosneed aad ka baxday in aad maartay geerida inay kugu iimaaneysay in kale wax war u haysa ma jirto saadarteed allah wuxuu leeyahay wala tamutunna waradimanina illa wa antum muslimun dimashadana gacanta kuma haysid geerida gacanta kuma haysid macnaheedu waxa weey mar walba waxa laazimta haq mar walba laazim mar walba ma aragtaa istiqama ودلا توصني إلى هي وجه تبارك وتعالى مر والبه الله يا هلوي تاسد كبد باريسة الدنيا آخرة تاسد كبد باريسة لكن هذا ترى هذا وهو الدنيا ير لنا يا الدنيا ير لنا يا نمن بمالك ترى وهو إيداري هذا ترى هذا رقم الله شيء يا نسأل الله العفو والعافية مركي لصفران رقم واحد markay la safraan ragga ma waxda ay yihiin saahibada ay yihiin markay la safraan ay gaalada markay la safraan inayna mudada ay safarta la yihiin inay salaadaha tukaneeyeen salaadaha inayna qub ka siineeyeen iyah waran khatarteedii leew waran khatarteedii leew bal waxa qarkood la soo tabinaya maarta waxaanan muxuu aha wixii lagu soo dhaweeyo إنا يوانا ماركتا إنا يدحد بالانا يان وانا عرين خطر تهدي له قفك مسلم كئه أما ملاحا هذا أما مجنها هذا أما دومرها هذا أما الركها هذا مروا البوحة للدونة سلاني مديس إنو إلى شهد سلاني مديس إنو إلى شهد للدونة لكن سلاني مروا هذا إنا الأذيق كو عيارته كدي من آتر هذا محل إيقا ليسين تهدو كو عيارته محل إيقا ليسين أبا وكو عيارته أذيك مركو هر إسلامي ماذا هذا إلى شو إخواني الله حلي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورهدني مانينا إلا إني ومسلمين ما هنا بمعنى مروا البلازمة مروا البلازمة حق حق مروا البلازمة صاصوا الله تبارك وتعالى أوليه وقفل لهذا دانوس القدبة إيهونا دم بيصرى ثمرات الاستقامة استقامة وميرها إيليها mira badan bay dabcan leedahay laakiin saddex qodob aan ka soo qaadanaya istiqaamada iyo toosnaanta lagu toosnaado kitaabka Alle tabaaraka wa ta'aala mira badan bay leedahay miraheedu waxa kamid ah ikhwani fillah qofka laazima kitaabka Alle tabaaraka wa ta'aala intuu nool yahay wuxuu ku noolaanaya nolol aad u qiimo badan nolol aad u qiimo badan buu ku noolaanaya nolo la duqimo bal markaan kulay ha u qaadan in guriyo waaweyn oo dheer dheer buu maaragtay sarac alcab ku noolaanay macnaheeda u qaadan nolo la duqimo bal qalbiga ku degaya wa mutma'innu alqalb qalbigiisa maaragtay degan awa haddii geerida u tilma u timaado asagi iyo rabbigi xisaab ba hortaala wuxuu leeyahay awa haddii geerida ii timaado ya wax idan horta dulmiye ma garanay allahna wax dulmiyoon ka galay ma garanay idan allah agtiisa rajo weyn baan ka leeyahay dumaniina qalbiga inuu ku dega
dad guriyo dhardhar ku jira qalbiga aan u deganeen yaa qalbiga aan u deganeen adiga adigoo laga yaaba guri doqosh inaad ku jirta yaa aqal horri inaad ku jirta yaa qalbiga ku degan yahay stariixul baa laa tahay qalbigaada u degan yahay idan waxaad ku noolaanaysaa qalbigaada maartay inuu deganaado daacada rabbi subxaanahu watacaala inuu ku faraxsan yahay inuu diyaar u yahay inaad diyaar u tahay caawa hadday geerida kugu timaada inaad diyaar u tahay nolol waxaad ku noolaanaysaa reerkaadii iyo caruurtaadii ilaahay baa kuu barakaynaya tabaaraka wa tacaala ilaahay baa kuu barakaynaya waxaan u qasdayaa ilaahay baa kuu toosinaya diintii baa ka soo duxaysaa towxiidkii baa ka soo duxaya xaqii baa maaragtaay ka muuqda taasaan u qasdayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan gadaqaa waan low istaqaamuu cala ariiqa hadday ku toosnaan lahaayeen wadada xaqee hadday ku toosnaan lahaayeen wadada toosan hadday qaadi lahaayeen la asqaynaahum waxaan ka waraabin lahayn buu yidhi allah tabaaraka wa tacaala roob dhibacyo waaweyn yaan ka waraabin lahayn waa wixii ayaga roobka dhibacyaha waaweyn iya ayaga abaarta markay ku dhacdo ee habsata abaar ay ku habsata yay ilaah subxaanahu wa tacaala u baraxay tiri jireen gaaladii carbeed mushrikiintii carbeed ilaahay bay maaragtay camalka u barax tiri jireen allah wuxuu leeyahay mar walba hadday toosnaan lahaayeen la asqaynaahum maaan gadaqaa roob dhibacyo waaweyn yaan maaragtay aan siin lahayn bimacnaa barakaans maaragtay u gelin lahayn wey adiga muslimka ee toosan muwaxidka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa ku toosan jidkaa ku toosan waa hubaal haddii istiqaama dhab lagaa hela waa hubaal qalbiga ku degayaa qalbigaada degaya towxiid baa ka buuxsamaya waa hubaal reerkaada oo dhan baa maaragta ay nicmo alla ay ka soo duxaysaa oo towxiidka uu ka soo duxayaa idan ikhwaani waxaa la doonayaa in la toosnaado ayaa la doonayaa fawaa'idda iyo miraha laga helo ayayna ka mid tahay fawaa'idda iyo miraha waxaa ka mid ah qofka markay geerida ay ku timaada qofka mustaqiimka ah calaa haada ariiq cala alistiqaama qofka ku toosan markay geerida u timaado malaa'ig baa garabkiisa imaanaysaa u bishaaraynays u hambalyaynays ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada uu u diyaariyey oo ugu hambalyaynayso oo ugu bishaaraynays walidaaliku allah tabaaraka wa tacaala leeyahay aayadda raggii saxaabada ahaa ay sharxeen markii la weydiiyey istiqaamada nin walba maaragtaa uu ka hadlay allah wuxuu leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allah waa towxiidki kuwa yidhi allah baan rumayna tabaaraka wa tacaala waa towxiidki uma istaqaamuu wadadaana ku toosay allah wuxuu leeyahay tatanazzalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degaysaa mufasiriinta waxay leeyihiin waa cinda xuduuri alajal geerida markay ku soo xaadirta wey qofka mu'minka ah mustaqiimun calaa diinihi ah geerida markay ku soo timaado iya malaa'ig baa maaragtaay ku soo xaadiraysaa malaa'igta ayade oo u hambalyaynaysa awalan malaa'igta ayada waxay ka difaacaysaa cadowga iyo shaydaanka doonaya laxdada ugu dambaysa qofka ay nafta ka baxaysa inuu maaragtay towxiidka seejiyo ilan shaydaanka wuxuu doonaya laxdada ugu dambaysa ee maaragtay qofka ay nafta ka baxaysa inuu towxiidka ku seejiyo malaa'igtaasaa difaacaysa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati اdunya wa fi lakhira ilaahay baa sugaya tabaaraka wa tacaala malaa'igtana way u bishaaraynaysaa oo waxay ugu bishaaraynaysaa wax cabsi ah inuunan cabsanin ciddii uu ka soo tegayna maaragtay uunan ka murgin janana maaragtay way ugu bishaaraynaysaa taasay marka malaa'igta ay ugu bishaaraynaysaa tatanazzalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafu qaa'iliina anlaa takhaafu waraa cabsanina hana murgina wixii aad ka soo tegteen ha ka murgina bishaaraysta oo janno ku bishaaraysta
التي كنتم توعدون جنادي الذين يبوهاي جنادي الذين يبوهاي إلو شقيستين إلو ماركة وعمل فليسين إلي قف كما ركتاي عمل ونكسن لإماضي إلي قف عمل ونكسن أن لإمانين الله تبارك وتعالى اسكم ميلجين مهيو اسكم ميلجين مهي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن إخواني إلهي سبحانه وتعالى ودديسا هل غطوا صنادا تاسا مارك تاي وحمارك عن كبت بالين الدنيا آخر وعه ملايكتي أيوهم بليين يحيليهن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن أولي ذينا نهي قعل كينا نهي الدون كان قعل كينا هين وننقرب تاقنين ونندفاعين بذر بك قيب قلين وصفك هنا مالك اسمح مالك عيان اي قلين وذكتهن أحد بك قيب قلين أحد بك قيب قلين لأن في سورة مارتوى أنا عمران بكور أنت أحد دغالك قد حي. وهكذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الدنيا آخرة معنا نهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وهو وحي نفتي إن الضونتا الليذهين ولكم فيها ما تدعون وحد أييرتان بالليذهين نزلا من غفور رحيم ومرتقات إلهي سبحانه وتعالى وإن مرتقاتا وحصل نمحك وهشين استقامة توصنا أنت الله تبارك وتعالى كتاب كيسا أتكو توصنا ذين تاسات كهشين الله تبارك وتعالى آيدك في سورة كجرتي أحقاف الله الحجري تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جندتك هذا قوة ويري الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة خالدين فيها ويكور ينبير الله تبارك وتعالى جزاء بما كانوا يعملون وأول مرين لو أول مرين وحي أي لئي مادين سببتي سال لو أول مرين عمل كي أي لئي مادين أي شقيستين أي ونكسنا أي دون كي كسو شقيستين كاسا مارك تاي لغا أول مرين الله تبارك وتعالى وكا أول مرين جندنا كاسا سبب النغضي إن الجنة قش لكن جنة فضل الله لقال على صعود الذي أحلنا دار المقامة من فضله فضل الله جنة لقال تبارك وتعالى حديث كان وقوعها نبي عليه الصلاة والسلام وها قفنا الجنة قلي ما هي عمل كيس قفنا الجنة كقلي ما هي النبي قال له ويديو عذيقانه أني حتى أني قل إلا أن يتغمدني الله برحمته بيري. نبي صلوات ربي وسلامه عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن آيات كجزاء بما كانوا يعملون والسبب سبب كان لإيمان جزيه سده ليس نمن قرسني ويل أمضر نمن قرسني عنق مضش فلا بد ما ركتاين السبب كان لإيمان تود قرسته كدب المكور دلانايا. إذن جماعة دار ربطين أدقش لا بد إن لإيمان الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح إن الله ما تولابد ودرى استقامته إن لقاه لولابد هدين لقاه ويصوما هبينك حلو تقوي إن الجنة ما أركتاي إسكدا إن أدقشي إن أرصته يا وذيك قيدة حتى إن أركت هبينك حلو يتقوي إخواني نفتي ذي نفتينا وحنقدر دار مايا إن أن لازمنه طريقة توصن يا إلهي كتاب كيسة تبارك وتعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام صحابة رضوان الله عليهم وضضوا ذيه يا نفتي ذي نفتينا أن أدر دار ما يئنا لازمنا مروا البنا قفلوا حان ليها مروا الب مروا الب كتاب كألا إيا صنة النبي لازم على فهم السلف سلف كرضوان الله عليهم ومرجعية الله أبطه مرجعية الله أبطوي هذا استقامة مركان كهلين أفرت خلافة يعني والبوح كوفة صير عيادة عن سوق هذا فهم كذا ومرجعية الله أبتوي إلهي بمرجع كيالة تبارك وتعالى
الله حليه تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هدي الرميان بري الله تبارك وتعالى فإن آمنوا كما هدي الرميان حقا بمثل ما آمنتم به تفاصيل بلن بي كجرتا ساد إنيغا الرميسان هدي الرميان وتفاصيلت آيات القمع عنها كمتا فقد اهتدوا بري الله تبارك وتعالى وهنونين إذن سلفك فهن كولي ومرجع والله أبتا بل الله تبارك وتعالى وهو عدي وغير مارك تاي آيجي الله حلي فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين من هم وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله هديكو كفريان بالليل كتابك فإن يكفر هديكو كفريان بها قرآن كان كما فسره الحافظ ابن كثير هذا قال الله هديكو كفريان شركين تعربيدوي الله وحيري هؤلاء فإن يكفر بها هؤلاء هؤلاء كوا مشركين تدقوا كفريان فقد وكلنا بها وحن أهم باريني أقالي أهم باري قوما ضد ليسوا بها بكافرين أنا نارك تدقوا كفرين الله تبارك وتعالى حافظ ابن كثير وحير وأصحاب رسول الله حتى هل حرف مين بينين بيري آيات التفسير كذا أمق التفسير حافظ ابن كثير آيات مركو فصيرها حتى هل حرف مين بينين بيري فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين انا نارك تايك وحام احم باريني قوم انا مرنك كفرينين مرنا انا كفرينين مرنا انا ديدين ليسوا بها بكافرين هل حرف اين بينين بوير قوم كاسل لدوني فهم كودي انا نارك تايك ان كسعنا لدوني نفتي دي نفتي ان تاسم ادر دارمايا الله تبارك وتعالى وحام ويدي سنينا إنه وحي آن خلطني إنه إلهي نور دم بداف سبحانه وتعالى أو نور داف وحي آن خلطني نفتا ماذا إيه الشيطان إيه دك دك بيكاها تي إلهي سبحانه وتعالى بان ويدسنين عفي وحي آن أصيبنين إلهي نقاء جرسية سبحانه وتعالى وناقي خير بان دونين وحي آن أصيبن إلهي نقاء جرسية سبحانه وتعالى إنت آن فديني إلهي سبحانه وتعالى فردقاها نوغو دم بداف إلهي سبحانه وتعالى فردقاها كييرو مذو إلهي نوغو دم بداف سبحانه وتعالى دمبيغين يكي والدينتين إلهي أضاف سبحانه وتعالى مؤمنين تضمان تود إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تود إلهي أضاف سبحانه وتعالى انت وضحن انصرنا مؤمنين تا إلهي أنحريس إلهي عافية عافية إلهي عافية سبحانه وتعالى كوة ودنتين الله أنحريس جنة الفردوسنا الله يقلي أنا إن الله نودن بضاف سبحانه وتعالى خاتم ظن الله نوانا جي سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.